يلا حيهم. هل 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 يلا حيهم. السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حيهم. يا مرحب. حي الله من جانا. سم. سم الله عدوك. أنا قهوتك غير مشروبة لي طالب قدم. يلا حيهم. حي الله من جانا. سم. سم الله عدوك. قهوتك ما هي مشروبة لين تلبي لي طلب. طالبك ملبى. أشرب. بيض الله وجهك. العلم لك خير يا ابو ضياء. احنا جايين نطلب رجل طيرتكم شقر لطير ناسما. ان شاء الله انه يستاهل. يلا حيهم وعز من جانا. الله يبقيك. وما بنلاقي احسن من ولدكم اسمر لبنتنا شقر. الله يسلمك ويغنيك. يلا حيهم. عاد روح شاور العروسه. حق هذا حق. ابشر. وولدنا يا هلا بالزين. يا هلا يا هلا يا مرحبا ألف. ما شاء الله تبارك الله. ايش رايك؟ موافقة يا شقر؟ موافقة؟ عجبك العريس؟ عجبك؟ عجبك؟ طيب خلاص موافقة العروس. خلاص فهمنا انك موافقة. لا تحسي العالم انك مخروشة. قدم الدبلة يا ولد. قدمها. وضيع. يا مرحبا. هذه الهدايا اللي جابها اسمر لشقر العروس. ان شاء الله انها توفي وتكفي يا حبيبي. كفو. بيض الله وجهك. جمل الله حالك. قصور ولدنا. ما قصر والله ولدكم. هذا العريس وهذه العروسه حاطه رجل على رجل ما شاء الله. جمل الله حالك ابو سليمان. بيض الله وجهك. والف مبروك. الله يبارك فيك.
الاشتراطات اللي واجب توفرها علشان نشوف انتاج شوغر واسمر بما انهم اصبحوا زوج الان، لابد من توفير الحاجات الاتية: قفص للتزاوج بابعاد مناسبة، بيابة، ونوفر لهم الاكل المناسب المتنوع من زبريم ومنقوع وخضار وفواكه، ايضا نوفر لهم الخصوصية الملائمة بما انهم الزوج الاثنين اليفين، ما حيحتاجوا هذاك الامان والخصوصية اللي تحتاجها الازواج المتوحشة. تقدر توفر الحاجات هذه يا ابو سليمان؟ وفرها شقر كل الاشتراطات اللي قال عليها الخبير ابو ساري وفرها اسمر، وما جيناكم الا واحنا جاهزين. كافو، حياكم الله والف مبروك. الف مبروك. كنتم معنا في حفل زواج شقر واسمر. الحين عندنا مشكله، هذه العطور ممنوعه منها الطيور، هي والابخره، البخور بالعموم، الدخان، جميع الابخره ضاره على الببغاوات. لازم نشوف لنا حل. متابعينا الكرام، آمين يا رب. اتمنى لكم التوفيق. كنتم مع الاحبه عصابه، انا اخوكم حمزه الغامدي، الحبيب ابو ساري، الحبيب ابو سليمان، ابو سعيد حبيب الكل، مهران مدرب الهدد وحبيب القلب، يا مرحبا، وشوقر العروسة وأسمر العريس. فيا أسمر، هذه نهايتها غرفة النوم كذا مكركبة، شكلنا بنبطل الزواج هذا. هذا مو شكلي. ايش رايك يا استاذ مهران؟ انا اشوف البياضة كويسة وغرفة النوم ممتازة له. معقولة؟ معقولتين. هذا شكل؟ هذا شكل ما اشوفها مناسبة. كما عليك انه مثلا مغبرة شيئا ما وحاجة، لا، اهم شيء انه تكون شكل المناسبة للكاسكو او التمنة، وانه يكون فيها سلم من جوا. من هنا تعالى حمزة، هذا شكلها الداخلي. لو تولع النور المتابعين بيشوف السلم. بس يا كابتن مهران شكلها مو حلو، يعني ما هي عاجبتني انا، ما انا مقتنع فيها شخصيا. ايش رايك؟ المهم ان الزوج تعجبه ويرتاح فيها، لانه احنا لا حنعيش فيها ولا حنجلس فيها. يعني الراي الزوج نفسه. الراي الزوج هو اللي بيعيش. والذكر مقاييسي انا ما هي مهمه. لا، مقاييس الزوج اكيد. يعطيك الف عافية. الله يعافيك. معناته لازم نستشير شوقر ونشوف حيعجبها. غرفة النوم هذه حتعجبها ولا لا؟ حتعجبها اكيد. نشوف، ناخذ رايك. الحين نشوف. شوقر! يا شوقر! بابا! يا شوقر! بنت! تعالي. تعالي شوف غرفة النوم اللي جابها لك العريس حقك، عريس الغفلة. تعالي شوف، عجبتك؟ عجبتك؟ ايش رايك؟ ايش قررتي؟ خلاص هذا جواب نهائي، وافقت شقر ورضيت بالشقة وغرفة النوم. ألف مبروك، إن شاء الله نشوف فروخك قريب إن شاء الله. يلا بابا، يلا قدامي.